السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله النهارده هنبدأ مع بعض برنامج جديد بإذن الله، وهو برنامج الأكسس. هناخد النهارده وبكره ان شاء الله برنامج الأكسس، هنتعلم ازاي من خلاله ان انا اقدر انشئ قاعدة بيانات. طيب بس سريعا كده هنتكلم في حاجة صغيرة في برنامج اكسل. نفترض دلوقتي أنا عندي مثلا قائمة من البيانات، حاول نشوف مثلا نعمل مش مشكلة. زي ما اتعلمنا ازاي ننسق شغلنا على اكسل، أنا حاليا بعمل قائمة من القوائم، رحت حددت القائمة دي وعايز أعمل رسم بياني بالقائمة دي، بروح على insert ثم بعد كده أختار حاجة اسمها شرط أو رسم بياني. دي كلها رسومات بيانية، فأنا بختار منها الرسم البياني اللي أنا عايزه. يعني ممكن يجيب لك سؤال في الاختبار الدولي اعمل لي رسم بياني static chart، فتروح على جزء الاستاتيك وبتختار اللي أنت عايزه من هنا. ده اللي هو برضو نوع تاني من أنواع الرسم البياني، هنا نفس القصة، فأنت بتختار النوع اللي هو قايل لك عليه الشكل ده. أنا بختار الشكل اللي هو اتكلم عليه أيا كان، نفترض إن هو اتكلم على جزء اللاين بالشكل ده. حتى هتلاحظ عامل لك إيه، رسم بياني بالنسبة للجزء اللي أنت مختاره أهو. أسوان يعني محمد بلد أسوان، أحمد كايرو القاهرة، علي جنة، محمود سوهاج، مازن أسيوط، والنسب حاططها لك من فوق، دي الأعمار. أنا كده عملت رسم بياني بإيه؟ بالجزء اللي أنا محدده. ممكن أجيب لك سؤال في الاختبار الدولي يقول لك إيه؟ غير إيه؟ غير الشرط تايتل، عنوان الرسم البياني. بحدده زي ما هو كده، وبروح على حاجة اسمها الشارت ديزاين، واروح اقول له اد شارت element، يعني اضافة عنصر للرسم البياني. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اغير العنوان، عايز اخليه فين، فوق ولا تحت؟ خليه في نفس المكان ده، واروح اضغط عليه ضغطتين بس. يعني انا لو عايز احركه احركه من فين؟ من الاد element، واختار الشارت تايتل. طيب الداتا ليبلز برضو من الاد شارت اليمنت، يعني اضافه عناصر للرسم البياني. انا لو عايز اغير الشارت تايتل اضغط عليه ضغطتين واغيره، اكتب مثلا كمثال داتابيز قاعده بيانات، وبعد كده ده بالنسبه للرسم البياني. طب لو عايز اغير الالوان بتاعته
من تشينج كلر بختار الالوان اللي انا عايزها. طيب الشكل نفسه مش عاجبني عايز اغيره، فاقول له تشينج شارتد. طيب اختار حاجه بالشكل ده يقعد غيرته. طب لو قال لك غير عمود احمد او كايرو غير اللون، اول ما اضغط ضغطه كليك شمال عليهم كلهم او على واحد فيهم بس هيتحدد كله. طيب انا عايز احدد حاجه واحده بس فيهم، هروح اضغط ضغطه واحده تاني كمان كليك شمال عليه اهو، واروح من الفورمات ومن الشيفل اختار اللون اللي انا عايزه. اول ما بضغط عليه يعني انا ضغطت ضغطتين كليك شمال، لو بره ضغطت ضغطه واحده بس كليك شمال على اي واحد فيهم حدد كله. عايز احدد ده هضغط عليه ضغطه تانية كليك شمال واروح اختار اللون اللي انا عايزه. طب لو قال لك غير الخلفيه اللي من ورا، طب انا غيرتها ازاي؟ عن طريق ان انا ضغطت على الخلفيه من ورا ورحت اخترت اللون اللي انا عايزه. اخترت اللون اللي انا عايزه. طيب ده بالنسبه لجزئيه الاكسل الجزئيه الاخيره. طيب المره دي النهارده ان شاء الله هنبدا في برنامج جديد اسمه مايكروسوفت اكسس داتابيز، قاعده بيانات. انا هعمل قاعده بيانات بس المره دي عن طريق برنامج الاكسس. هروح اضغط عليه افتح. اول ما فتحت برنامج الاكسس ظهر معايا بالشكل ده، فبيقول لي انت عايز ايه بالظبط؟ هقول له انا عايز ابتدي انشئ قاعده بيانات جديده زي ما كنت بعمل في برنامج الوورد. هقول له بلانك دوكيمنت زي ما كنت بعمل في الباوربوينت بلانك برزنتيشن، زي ما كنت بعمل في الاكسل بلانك ورك بوك. المره دي هقول له ايه؟ بلانك داتابيز يعني قاعده بيانات جديده. طيب ضغطه واحده بس كليك شمال عشان محدش يدوس لي ضغطتين، لان لو دوس ضغطتين هفتح على طول معاك. انا هضغط ضغطه واحده بس كليك شمال. طيب هنا بيقول لك الفايل نيم اسم قاعده البيانات بتاعتك هتسميها ايه؟ نقول مثلا قاعدة بيانات شركة ايا كان الشركة. يبقى من الفايل نيم هنا بكتب قاعدة بيانات مثلا شركة. طيب عندك هنا علامة المجلد، علامة المجلد، علامة المجلد دي معناها ايه؟ انت عايز تحفظ قاعدة البيانات دي فين؟ اروح اضغط على علامة المجلد واروح ثم بعد كده احدد مكان الحفظ. انا عايز احفظها على الديسكتوب او سطح المكتب واقول له اوكي. هتلاقيه من تحت جاب لك مكان الحفظ. طيب بعد كده اروح اقول له ايه؟ كرييت او انشاء. اول حاجة هتظهر معاك بالشكل ده، ده وضع اسمه الداتا شيت فيو. وضع الداتا شيت فيو، الوضع ده اللي ظهر قدامكم ده الوضع النهائي اللي بيحصل، بس الوضع الاولاني اسمه الديزاين فيو. طيب حلو خالص. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل قاعده بيانات. تفتكروا ايه اول حاجه بفكر فيها انا وبعمل قاعده البيانات؟ ناس تفكر معايا، انا لو عايز اعمل قاعده بيانات ايه اول حاجه بفكر فيها قبل ما اعمل قاعده بيانات؟ طيب افترض ان هعمل قاعده بيانات مستشفى. انا هعمل ايه قاعده بيانات مستشفى؟ حلو خالص. طيب علشان اعمل قاعده بيانات مستشفى لازم اركز في كام حاجه. اول حاجه بركز فيها ايه هي؟ اول حاجه تحديد الكيانات الاساسيه، بعد كده تحديد
خصائص كل كيان، بعد كده تحديد المفتاح الأساسي. طيب إيه معنى الكلام اللي أنت كتبته ده يا باشمهندس؟ أقول لك معنى الكلام ده إيه؟ عشان أحاول أبعتها لكم. أول حاجة يعني إيه تحديد الكيانات الأساسية؟ يعني دلوقتي بالنسبة للمستشفى، مين اللي أنا عايز أعمل بيهم قاعدة من البيانات داخل المستشفى؟ أنا عايز أعمل قاعدة مثلا كمثال للدكتورز الدكاترة. مين تاني؟ مثلا التمريض نيرسينج. ايه تاني بالنسبة للمرضى؟ بيشنت. فروحت انا حددت خلاص الكيانات اللي انا هشتغل عليها، الدكاترة والممرضين والمرضى. يعني معنى كده ان انا هعمل قاعدة بيانات كاملة، داخل قاعدة البيانات دي هعمل جدول بالثلاثة دول، الدكاترة والممرضين والمرضى. طيب كل جدول فيهم عايز اعمل له خصائص، فخصائص كل واحد هتكون ايه بالظبط؟ لو اتكلمنا على الدكتورز، فبالنسبة للدكاترة انا نفترض انا عايز الاي دي بتاع الدكاترة، عايز الاسم، وعايز كمان التخصص بتاعه. فنيجي هنا مثلا نروح عند الدكتورز، اقول له والله انا عايز الدكتورز، انا عايز له مثلا اي دي، وعايز له اسم اللي هو نيم، وعايز له ديبارتمنت. يبقى اول حاجه عملتها حددت الكيانات اللي اشتغل عليها، انا هعمل قاعده كبيره حلو كده، بس داخل القاعده دي انا هعمل تيبلز جداول. حلو خالص، هعمل جدول خاص للدكاترة وجدول خاص بالممرضين وجدول خاص بالمرضى. طيب كل واحد فيهم، كل جدول أو كل كيان فيهم ليه خصائص. إيه الخصائص؟ أنا هعمل للدكاترة الأي دي، وهعمل لهم اسم، وهعمل لهم القسم. طيب بالنسبة للممرضين برضو نفس القصة، ممكن أعمل له الأي دي والنيم والديبارتمنت. طيب بالنسبة للمرضى هعمل مثلا الاي دي والنيم والايج او العمر او الحالة المرضية. شوف انت الحاجات اللي عايزها من جوه. طيب بعد كده تحديد المفتاح الاساسي. يعني ايه مفتاح اساسي؟ يعني هو اللي هيوزع ليا لباقي التيبل. لو حبيت ان انا اعمل ريليشن شيب او علاقة ما بين الجداول من جوه، لازم اعملها عن طريق المفتاح الاساسي. فالمفتاح الاساسي بيكون عند الاي دي، دايما بيكون عند المفتاح الاساسي اي دي. طيب دي اول حاجه بفكر فيها قبل ما اعمل قاعده بيانات. يعني لما يجي حد يقول لي انا عايز قاعده بيانات، ما اروحش افتح الاكسس على طول ورقه وقلم واروح احدد الشغل بتاعي ده. طيب حلو خالص، بالنسبة للعلاقات ليها أنواع. إيه أنواع العلاقات اللي عندي؟ أنواع العلاقات اللي عندي إن أنا هعمل مثلا كمثال في حاجة اسمها الوان تو وان، الوان تو وان، والوان تو ميني، الوان تو ميني، والوان تو لا والميني تو ميني، انا اسف، الميني تو ميني. طب يعني ايه 1 تو 1؟ على حسب القاعده اللي انا هعملها. انا هعمل علاقه ما بين مين ومين مثلا؟
انا هعمل علاقة مثلا كمثال، لو قلت لك ما بين الاب وابنه، الاب ليه كام ابن؟ طرد في الحالة الطبيعية بيكون ليه ابن واحد. طيب الابن الواحد ليه كام اب؟ ليه اب واحد. فالعلاقة ما بين الاثنين 1 تو 1، ده ليه حاجة واحدة وده ليه حاجة واحدة، يعني الاب ليه ابن واحد والابن ده ليه اب واحد. طيب لو جينا اتكلمنا مثلا على الطالب والسنة الدراسية، الطالب ليه كام سنة دراسية؟ ليه سنة دراسية واحدة ممكن نشتغل فيها، يعني مش قصدي ان انا هاخد سنة اولى وثانية وثالثة، لا، السنة اللي هو فيها ممكن ياخد سنتين في نفس الوقت، لا، معنى كده ان الطالب ليه سنة دراسية واحدة. طب السنة الدراسية فيها كام طالب؟ فيها اكتر من طالب، يبقى حاجة واحدة مع اكتر من حاجة، يبقى نوع العلاقة one too many، one too many. يعني الطالب ليه كام مرحلة دراسية؟ ليه مرحلة دراسية واحدة، اما المرحلة الدراسية فيها اكتر من طالب. طيب many too many تفتكروا زي ايه؟ many too many عايز الناس تديني مثال عن many too many. بس اديني مثال على الميني تو ميني. انت مش هتستخدم جمع، انت هتستخدم حاجة مفردة. الطلاب الى الدكاترة، الطالب ليه كم دكتور؟ ليه اكتر من دكتور. بالفعل الدكتور ليه كم طالب؟ ليه اكتر من طالب. ماشي، ميني تو ميني. حد اديني مثال تاني. حد اديني مثال تاني. باشمهندس محمد الشرقاوي، اتفضل يا هندسة. السلام عليكم يا باشمهندس. عليكم السلام يا هندسة. ازي حضرتك؟ وان شاء الله يكون الانترنت يكون شغال مظبوط، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، والقسم اللي موجود شغال مع حضرتك. بالنسبه للمستر المهندس احمد وارابن ارابن كي اكاديمي، باشمهندس زي مثلا اتكلمنا على البرودكت والشركات يا باشمهندس. يعني مثلا انا بيكون عندي برودكت منه انواع كتير، مثلا لو انا عندي شركه بتطلع انواع كثيره من البرودكت وعنده عملاء في نفس الوقت، اذا ما تمام، كنتش خاطئ مع حضرتك يا باشمهندس. اشكرك يا هندسه، اشكرك جدا. ليك يا باشمهندس. زي ما قال باشمهندس، المنتج والعميل، العميل ليه كم منتج؟ ليه اكتر من منتج. طيب المنتج زي ما قلنا، المنتج ليه اكتر من عميل، والعميل ليه اكتر من منتج. يعني كده ان انا كعميل ممكن اجيب اكتر من منتج. طيب المنتج نفسه بيشتريه كم عميل؟ اكتر من عميل. فدي هناخدها ان شاء الله في الريليشن شيب او العلاقات، وهنتعلم نعمل علاقة ازاي ان شاء الله بإذن الله في برنامج اكس. فده اللي انا كنت حابب الناس تعرفه في البداية. فاحنا دلوقتي هنشتغل، هعمل ايه اول خطوة؟ هحدد الكيانات الاساسية، طيب اللي هو الدكتورز والنيرسينج والبيشنت. طيب انا لما فتحت برنامج الاكسس ظهر بالشكل ده. طب لا، انا عايز ابتدي خلاص احط الاسس بتاعتي، هروح على فيو واروح اقول له حاجه اسمها ايه؟ الديزاين فيو. طيب بيقول لي انت عايز تحفظ الجدول باسم ايه؟ اتفقنا ان اول كيان عندي اسمه الدكتورز، راح اقول له اوكي. هتلاحظ ان ناحيه اليسار اتحفظ باسم دكتورز اهو. طيب الدكتورز نفسه الخصائص الموجوده من جوه، الاي دي، طب ايه تاني؟ النيم، الاسم، ايه تاني مثلا؟ الديبارتمنت او القسم. حلو خالص. طيب انا بس دلوقتي هعمل ايه؟ انا هعمل حاجة عامة عشان كله بلانك.
اعمل لها اغلاق، سيف الاول، روح اعمل له رينيم، نسميها داتا بيز. يبقى لازم اقفل قاعدة البيانات عشان تتعامل معايا. طيب هروح لكيان، احنا قلنا ايه الاول، هخليها في وضع الديزاين فيو بالشكل ده. فانا هقول له والله الاي دي، النيم، القسم، هشتغل على حاجة عامة عموما عشان عايزين نعرف الداتا تايب او نوع البيانات دي كلها نستخدمها ازاي. هنا البيانات دي كلها عايزين نعرف كل واحدة فيهم بتخص ايه. طب لو جيت هنا قلت له مثلا رقم التليفون اللي هو الفون، وجيت قلت له مثلا هنا عايز اضيف لينك، عايز اضيف ايه لينك. طب لو قلت له مثلا السداد، يعني حالة الدفع، دفع ولا لا، مثلا الكاش، يعني دفع ولا لا. طيب التاريخ والوقت. طيب هنتكلم تاني ممكن على ايه، على لو عايز اضيف صورة. حلو خالص. ايه تاني ممكن نستخدمه؟ لو عايز أضيف العملة بتاعتي اللي دفع بيها. طيب أنا هكتبه بالعربي عشان برضو الناس تكون مركزة معايا، هبعد عن الإنجليزي خالص أهو. الاسم، القسم، رقم التليفون، اللينك، حالة السداد يعني دفع ولا لأ، التاريخ والوقت، إضافة ملفات، العملة، الحالة الاجتماعية. طيب قبل ما أكمل وأشرح وأشتغل، عندك الصف اسمه رو زي ما خدنا في سيل، والعمود اسمه ايه، اسمه كولوم. طيب ليه اسم تاني؟ العمود اسمه فيلد او حقل، فيلد او حقل، والصف اسمه ريكورد او سجل، ريكورد او سجل. افتح الصوت يا هندسة من عندك، الصوت واصل للناس ولا لا؟ الصوت واصل للناس؟ تمام، ممكن يا هندسة تفتح الصوت من عندك، ممكن تفتح الصوت من علامة المايك الموجودة عندك، جرب يا هندسة أنا معاك. تمام، حلو خالص لحد الآن. فأنا ابتديت أنشئ أهو قاعدة بيانات. يبقى زي ما اتفقنا إن العمود اسمه فيلد أو حقل، والصف اسمه ريكورد او سجل، ريكورد او سجل، الصف اسمه ريكورد او سجل. اللي هو هتساوي الرو في الاكسل، يعني ممكن اسميه هنا برضو رو، ممكن اسميه رو. ده بالنسبة للصف. بالنسبة للعمود اسمه فيلد أو حقل، اللي هيساوي في الإكسل كولوم. طيب حلو خالص. عندك أول ما تبدأ
انا حددت اول حاجه الكيانات الاساسيه يعني اللي انا هشتغل عليها. طب انا حددت كيان واحد بس، هروح بعد كده اللي انا بعمله ده خصائص كل كيان. طيب تالت حاجه المفتاح الاساسي، لازم تخلي الاي دي برايمري كي، برايمري كي يعني مفتاح اساسي، وتاكد ان علامه المفتاح موجوده عليه. لو شلته كده انا شلت علامه المفتاح من عليه اهو، هضغط عليها تاني على علامه المفتاح كده خليته مفتاح اساسي. ده بالنسبه للبرايمري كي او المفتاح الاساسي ده اللي هشتغل عليه. حلو خالص لحد دلوقتي. انا ضفت اول حاجه الخصائص بتاعت كل كيان. طيب خصائص الكيان دي في حاجه اسمها الداتا تايب في الاكسل. دي اسمها خليه، فده داخل الخليه انا بكتب ارقام او نصوص او تاريخ ووقت. الحاجات اللي بكتبها داخل الخليه ده اسمه الداتا تايب، نوع البيانات الموجوده فين؟ داخل الخليه. فكنت بختاره من فين؟ من حاجه اسمها نمبر. يبقى داخل الخليه بيكون في مجموعه بيانات. انا هنا مسموح لي ان انا اكتب ايه؟ جيت كتبت نفترض رقم زي ده ورحت اخترت نوع البيانات كرنسي، ظهرها لك نوع البيانات ايه؟ كعمله. جيت اخترت نوع البيانات تايم، ظهرها كوقت. جيت اخترت شورت ديت، ظهرها كتاريخ صغير. لونج ديت بالشكل ده. مثلا لو قلت له ايه تاني؟ تكست، يعني مجرد ما هكتب اي رقم اقول له انتر، الاقي الصفر ظهر معايا في الاول. حلو خالص. هاجي هنا في الاي دي، نوع البيانات تفتكروا ممكن اختار ايه؟ هختار الاوتو نمبر. يعني ايه الاوتو نمبر؟ يعني هترتب لي الاسماء تلقائي، يعني بمجرد ما هنزل على الاسم الثاني تحت، اول ما انزل على الاسم الثاني تحت تلقائي هتدي لي 2. طب اول ما انزل على الاسم الثالث هتكتب لي 3، يعني مش هكتبها يدوي انا بايدي. ده بالنسبه للاي دي بخليه دايما اوتو نمبر. طيب بالنسبه للاسم، الاسم ممكن يكون رباعي، خماسي، سداسي، فبختار حاجه اسمها تكست. طب ايه الفرق بين شورت تكست ولونج تكست؟ الشورت تكست بيستحمل لحد 255 حرف، بيستحمل لحد 255 حرف. هتبص من تحت في كلمة اسمها الفيلد سايز، حجم الفيلد أو الحقل، قال لك 255، فبيستحمل معاك لحد 255 حرف. طيب اللونج تكست بيشيل معاك بقى المرة دي أكتر من 255، فالاسم مهما عليت مش هوصل ل255 حرف، فهخليها شورت تكست. القسم برضو بتكتبه كتابة فبتختار شورت تكست. طيب رقم التليفون، عايز الناس تشارك معايا، تفتكروا هختار ايه هنا رقم التليفون؟ ايه نوع البيانات اللي ممكن اختارها من هنا؟ الخلية اللي هكتب فيها الرقم لازم تكون ايه؟ هايل، نمبر، لان رقم التليفون بيكون عباره عن ارقام وليس نصوص، فاروح اختار نمبر. طيب اللينك، تفتكروا من نوع البيانات هنا اختار ايه؟ هتضيف لينك هندسه. هبص البيانات اللي عندك، لو نزلت لتحت خالص هتلاقي في كلمه اسمها الهايبر لينك. الهايبر لينك انا عايز اضيف لينك. طيب حاله السداد، يعني ايه حاله السداد؟ يعني دفع ولا لا، يعني او لا. طالما قلت او لا فبختار ايه؟ تفتكروا اختار ايه؟ طالما قلت او لا تفتكروا هختار ايه؟ بالفعل كده، yes or no.
طالما هجاوب بنعم او لا، طالما هجاوب بآه او لا، ما عنديش غير اختيارين، اختيار صح واختيار غلط، فهختار يس او نو، يس اور نو. طيب بالنسبة للتاريخ والوقت تفتكروا هختار ايه؟ بالفعل كده، الديت اند تايم، معنى كده ان الخلية اللي انا هكتب فيها لازم تكون عبارة عن تاريخ ووقت. طيب لو عايز اضيف ملفات سواء كان في الوورد او الباوربوينت او الاكسل، كنت بروح على قائمة اسمها انسيرت او ادراج، هضيف صورة، هضيف جدول، هضيف مثلا مخطط تفصيلي، هضيف رسم بياني. طيب انا هنا عايز اضيف ملفات سواء كان صورة أو مستند وورد أو عرض تقديمي باوربوينت أو شيت إكسل، تفتكروا أختار إيه؟ بالفعل كده، اتاشمنت، مرفقات، أي حاجة بضيفها من جهاز الكمبيوتر على مثلا داخل بريد إلكتروني أو داخل أكسس أو داخل أي ملف من برامج الأوفيس، هذه اسمها مرفقات. أنا حاجة بجيبها من بره وأروح أرفقها أو أضيفها او احطها فين؟ في برامج الاوفيس، فاسمها اتاشمنت او المرفقات. طيب بالنسبة للعملة تفتكروا هختار ايه؟ بالفعل كده يا هندسة، دي عملة، فهختار حاجة اسمها كرنسي او العملة، كرنسي او العملة. نيجي بقى لأهم حاجة، في حاجة اسمها الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية يا إما تكون أعزب، يا إما متزوج، يا إما مطلقة، يا إما أرملة. فعندك 4 حالات اجتماعية، معنى كده إن أنا عندي ليست أو قائمة، من خلال الليست أو القائمة دي هروح أختار الحالة بتاعت كل فرد. أعملها إزاي من هنا؟ أعملها إزاي من هنا؟ انا عايز اعمل المره دي ليست او قائمه. طيب هختار اخر اختيار عندك اسمه لوك اب ويزارد، لوك اب ويزارد، هدوس عليه. اول ما اقول له اللوك اب ويزارد ظهرت معاك قائمه بالشكل ده. طيب اول اختيار بيقول لك I want the lookup field to get the values from another table or query. انا عايز لوك اب، لوك اب دي داله في الاكسل بتعمل لي عمليه بحث، بمعنى كلمه لوك اب بحث، انا هبحث عن حقل علشان احصل على قيم من جداول او استعلامات اخرى. لا، هقول له انا عايز اكتب القيم بنفسي، I will type in the values that I want، يعني انا عايز او عايز ان انا اكتب القيم بنفسي اللي انا عايزها. هروح اختار الاختيار الثاني، بعد كده هقول له ايه؟ نيكست، اللي هو التالي. طيب تيجي تحت كلمه كولوم 1 اللي هي سي او ال 1 واضغط في الخليه واروح اكتب مثلا اول كلمه انا عايزها اللي هي كلمه اعزب، هروح ما ادوسش انتر، مش هينزل زي الاكسل، هضغط بالمؤشر كليك شمال تحت واكتب متزوج، وهنا تحت هنزل مطلق، هنا ارمل، فانا كتبت الاختيارات تحت بعض. طيب لو عايزه يظهر لي قائمتين جنب بعض، 3 قوائم من نمبر اوف كلهم، هختار 2 او 3 او 4، بس ما تختارش غير واحده، افضل لك ان انت تختار واحده لان هيعك معاك في الاعدادات بعد كده. فبعد ما خلصت روح اقول له ايه؟ فينش، هتلاقي القائمه نفسها اتحولت لحاجه اسمها شورت تكست، سيبها زي ما هي، لان دي علشان خاطر اختيارات، عشان خاطر اوامر بتختارهم مش هيختارها لك، فبيختار لك الحاجه الاساسيه بتاعتك اللي هي الشورت تكست.
بروح عند الحالة الاجتماعية واروح اقول له حاجة اسمها ايه؟ اللوك اب ويزرد. اللوك اب ويزرد اخر اختيار. طيب انا عايز اعمل قائمة. طيب هل الاسماء اللي في القائمة انا عارفها؟ لا، انا هكتبها بنفسي. فهقول له I will type in the values that I want. انا عايز اكتب القيم اللي انا عايزها، انا عايز اكتب القيم اللي انا عايزها. طيب ثم بعد كده هقول له ايه؟ نيكست او التالي. تيجي هنا بقى تكتب الحاجات اللي انت عايزها، يعني تحت كولوم 1 تكتب مثلا اعزب. يبقى دي اول حاجة هتظهر معاك في القائمة. هتضغط كليك شمال في الخلية اللي تحتها تكتب الاختيار الثاني، وهكذا لحد ما تخلصهم كلهم. عايز تزود زود. بعد كده اقول له فينيش. كده انا خلصت الجزئية الاولى. خلاص خلصت الجزئية الاولى. اي حاجة بعملها في الاكسس تاني حاضر من الحالة الاجتماعية اروح اختار اخر اختيار اللوك اب ويزرد. اقول له انا عايز اكتب البيانات دي بنفسي، لان في الاول هيقول لي ايه؟ هقول له انا عايز ابحث في حقول على القيم دي بس من تيبل تاني او جدول تاني او استعلام تاني. لا، انا عايز اكتب البيانات دي بنفسي. اقول طيب، اقول له نيكست. هنزل تحت كلمة كولوم 1 هروح اضغط كليك شمال اكتب اول حاجة عايزها في القائمة. طب الخلية اللي تحتها اروح اكتب تاني حاجة عايزها تظهر. اللي تحتها نفس القصة وهكذا. فانا الكلام اللي عايز اظهره في القائمة اروح لازم اكتبهم تحت بعض من جنب بعض. خلصت الجزئية دي اروح اقول له ايه؟ فينش. تمام. زي ما قلنا اي حاجه في الاكسس بعملها لازم احفظها. شايفين من فوق في كلمه اسمها الداتابيز او قاعده بيانات، هضغط كليك يمين عليها، هضغط كليك يمين عليها واروح اقول له ايه؟ سيف او حفظ. كده حفظت. انا كده خلصت من الوضع الاول اللي هو الديزاين فيو، وضع التصميم. ده الوضع اللي انا هحط على اساسه البيانات اللي هشتغل عليها. هروح بعد كده على حاجه اسمها الداتا شيت فيو. ادي وضع الداتا شيت. ابتدي بقى اكتب البيانات بتاعتك. هتروح عند الاسم وهتكتب اول اسم عندك، ومجرد هتكتب الاسم قال لك هنا واحد، القسم مثلا علاقات عامة، رقم التليفون هتكتب رقم التليفون بس شال لك الصفر. هنعرف كمان شوية ازاي تضيف الصفر. هنا لو عايز تضيف لينك بتضيفه عادي كوبي بيست. هنا لو سدد هروح اضغط على المربع. طب لو ما سددش اشيل العلامة اهو، اضغط عليها تاني. هاجي عند التاريخ والوقت هتلاقي في اجندة هنا ناحية اليسار، ناحية اليمين، اجندة ناحية اليمين هتضغط عليها. تروح تختار التاريخ اللي انت عايزه. طيب بعد كده دي علامة المرفقات، بيقول لك صفر يعني انت ما عندكش مرفقات. طيب اضيف مرفقات ازاي؟ هضغط عليها ضغطتين كليك شمال. اول ما اضغط ضغطتين كليك شمال فلاقيها ظهرت بالشكل ده. عايز اضيف مرفق اروح اقول له ايه؟ اد او اضافة. اد او اضافة. وتروح تختار الحاجة انت عايز تضيفها، تحددها وتقول له اوبن. اتضافت عندي. عايز اضيف حاجة تانية برضو من اد وتختار الحاجة اللي عايز تضيفها. عايز تضيف حاجة تالتة برضو من نفس القصة نفس المكان. طيب اتضاف عندي. عايز اشيل واحدة فيهم اروح اقول له ايه؟ ريموف او ازالة. ريموف او ازالة. طيب اقول له بعد كده اوكي. فقال لي ثلاثة، معناه انت ضايف ثلاث مرفقات. طيب انا جيت بعت الملف ده لحد وراح الحد ده فتح المرفقات. عايز يحمل مرفق من ده
ينزله عنده على الجهاز. ينزله ازاي؟ في كلمة اسمها سيف اس، ادوس عليها وتروح تحدد مكان الحفظ، انا عايز احفظها فين. يبقى تحدد الحاجة وتقول له سيف اس. طب لو عايز تنزل كله مرة واحدة، سيف اول، سيف اول. طيب لو عايز تفتحه من غير ما تنزله، اوبن. وخالص ريجي هنا في العملة، تضيف العملة بتاعتك. في الحالة الاجتماعية هتلاقي فيه سهم ظهر ناحية اليمين، أول ما تدوس على السهم هذه الاختيارات ظهرت معك، رحت اخترت اللي أنا عايزه، أقول له انتر، هنزلك على الاسم اللي تحت، انتر تاني. بمجرد ما هتكتب الاسم التاني راح جال لي اتنين، القسم مثلا موارد بشرية، رقم التليفون اكتبه، اللينك لو عايز تضيفه. هنا معناها دفع، لو شلت علامة الصح معناها ما دفعش. التاريخ من الأجندة، وبتختار التاريخ اللي انت عايزه. المرفقات عشان اضيفها هضغط عليها ضغطتين كليك شمال، واضيف اي مرفقات موجودة عندي، اقول له اوكي. العملة لو عايز تضيف عملات ارقام دوس. الحالة الاجتماعية هكذا، كل ما عليك هتيجي بعد كده تعبي البيانات بتاعتك. بالعلم ان الناس هتسلم لي برضو مشروع في الاكسس. بالنسبه للوورد والباوربوينت كان المفروض الناس تسلم يوم الخميس اللي فات، نفس القصه الخميس اللي جاي ان شاء الله اخر ميعاد لتسليم الاكسل والاكسس. تمام. هاجي هنا مثلا هكتب اي رقم تليفون، هنا لو عايز اضيف لينك مثلا دفع، واروح اختار تاريخ كل ما عليه، بس انا هعبي، مش عايز اضيف مرفقات، مش عايز اضيف عملات. هاجي مثلا اختار هنا ايه، مثلا اعزب، اكمل عادي. هنا مثلا قسم مبيعات، رقم التليفون لو عايز اضيفه اضيفه، اللينك مش عايز اضيفه، مثلا ده دفع، تاريخ اختاروا اي تاريخ زي ما انتوا عايزين، ده لسه ما جاش اصلا. ده بيرجعك خطوه لورا، previous months الشهر اللي فات. هنا لو عايز اضيف مرفقات بتختار المرفق اللي انت عايز تضيفه. هنا لو عايز تضيف عمله ماشي ضيف، لو مش عايز براحتك. هنا اختار الحاله الاجتماعيه، هتنزل مثلا قسم لو قلنا الجرافيك، كل ما عليك انت بتملي البيانات الموجودة عندك. هنا لو عايز تضيف مرفقات ضغطتين كليك شمال، اقول له اد او اضافة، واختار المرفقات اللي انت عايز تضيفها، اقول له اوكي. هنا العملة لو عايز تضيف عملة، هنا بقى الحالة الاجتماعية زي ما انت شايف. طيب بص كده، لما اجي اضيف وقت اقول له انتر، اضاف معايا وقت. كل ما عليك بس اكتب الوقت بتاعك، اكتبه يدوي، اكتب التوقيت بتاعك يدوي. فكل الحكايه انا زي ما قلنا اي شغل بعمله بعمل له سيف حفظ، كليك يمين عليه واقول له سيف. طيب انا واقف حاليا على، انا عايز احدد الصف الاول، هتضغط بره على ايه؟ الناس لو ملاحظه شايفين المربع بتاع الصف اللي من بره هدوس عليه. طيب عايز احدد التيبل كله، كنا بنعمل في الاكسل من علامة المثلث، هتيجي هنا برضو من علامة المثلث حددته كله. ممكن هندسة، ممكن تضيفها، ممكن تضيفها عادي. فانا حددت الجدول كله، الجزء بتاع التكست فورمات ده خاص بالتنسيقات، يعني هنا نوع الخط اهو، ده هي نوع الخط بتاعك، اللي جنبه حجم الخط. طيب مثلا هنا البي بولد بيتخن الخط، الاي
بتميل الخط، اليو خط تحت الكلام، الايه لون الخط. طيب ده بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك ظل هايلايت زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين بتعمل ايه. انا مش محتاجها مثلا، اروح اقول له خلينا نبدأ. طيب حلو خالص. طيب ليه هنا ظهر الشباك؟ عشان خليها صغيرة. اروح اكبرها ازاي؟ هكون واقف على الطرف كده واسحب ناحية اليمين اهو، كليك شمال واسحب. نفس القصة، انا كليك شمال واسحب، كليك شمال واسحب عشان تبان معايا. حلو خالص. شايفين السهم اللي ظاهر جنب العنوان نفسه بتاع التاريخ والوقت؟ ده جزء الفلترة اللي ظهر معانا فين؟ اللي ظهر معانا في الاكسل. انا عندي الاسم هنا، هروح اشيل مثلا منار ومايار، هروح اقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ شالهم لي خلال الثلاثة دول بس. طيب اظهرهم تاني ازاي من علامة الصح؟ زي اللي احنا اخدناه في الاكسل بالتفصيل. طيب دي بالنسبة للمحاذاة، اللي جنب بعض دول، المحاذاة ناحية اليسار، المحاذاة ناحية اليمين، المحاذاة في المنتصف، المحاذاة في المنتصف. انا هحاذي بس في المنتصف. عايز كويس خالص لحد الآن. انا خلاص خلصت وظبط تنسيقات، اكبر برضه عشان الكلمة مش ظاهرة. حلو خالص اهو، زي ما انتوا شايفين شكلها ازاي. بس كده انا ابتديت اعمل ايه؟ انا كده ابتديت ان انا اعمل قاعدة بيانات جديدة. احذف الصف ازاي؟ احدده من بره واروح اقول له ايه؟ ديليت ريكورد، اقول له اوكي. هحدده من بره وكليك يمين عليه واقول له ديليت ريكورد اهو. طيب ديليت ريكورد، لو عايز اضيف واحد جديد كليك يمين اقول له ايه؟ نيو ريكورد، نيو ريكورد يعني سجل جديد. طب لو قلت له رو هايت، ارتفاع الصف عايزه قد ايه؟ فبتحدد من هنا ارتفاع الصف. طيب حلو خالص. ديليت ديليت. طيب وقفت على العمود قلت له كليك يمين، رحت قلت له حاجه اسمها ايه؟ الهايد فيلد، يعني هتعمل لي اغفال الحقل ده. خفلك الحقل، اظهره ازاي؟ هضغط او احدد اي عمود بعد كده واقول له ان هايد. انت عايز تظهر ايه؟ رقم التليفون، اقول له اوكي. طيب لو قلت له مثلا الفيلد ويتس اللي هو عرض الحقل، بتختاره من هنا او كليك يمين وبتختار الحاجة اللي انت عايزها. طيب لو عايز تضيف حقل تاني، انسرت فيلد، ضف لك الحقل واطلع من فوق غير اسمه، الاسم اللي انت عايزه مثلا. نقول مثلا ايا كان الاسم اقول له جديد. طب عايز تحذفه ازاي؟ كليك يمين اقول له ديليت. فين ديليت؟ اهي. طب لو عايز تعمل له اعادة تسمية كليك يمين وقول له ايه؟ رينيم او اعادة تسمية. طيب انا حددت العمود ده الاولاني ورحت قلت له حاجة اسمها الفريز فيلد، ثبت ليك الحقل ده، مهما تروح ناحية اليمين وتيجي هتلاقيه ده برضو متثبت. طيب عايز اشيل التثبيت، انفريز اول فيلد. طيب هنا لو عايز اعمل ترتيب من الاصغر للاكبر او من الاكبر للاصغر اهو زي ما انتم شايفين، كليك يمين هقول له ايه؟ سورت. هنا بالنسبه للاسماء هرتب من الايه للزد او هرتب من الزد للايه. انت بمجرد ما تضغط كليك يمين هتحدد اي عمود، كليك يمين هتظهر لك قوائم كتيره. عايز ارتب يبقى من الايه للزد او من الزد للايه. عايز اغير عرض العمود الفيلد ويتس او عرض العمود. عايز اخفي الحقل هقول له هايد فيلد. طيب عايز اظهره ان هايد. الفريز بيعمل لك تجميد للحقل، يعني ايه تجميد؟ يعني بيثبته مكانه مهما تتحرك هتلاقيه موجود.
طيب insert field هيضيف لك حقل جديد، rename إعادة تسمية، delete بيعمل لك حذف. نفس القصة في العمود في الصف ده، new record سجل جديد، delete لو عايز أحذفه، copy لو عايز أعمل له نسخة، cut لو عايز أشيله من مكانه، والرو هايت اللي هو الارتفاع الخاص بالصف. طيب انا دلوقتي نفترضها ده بالنسبة للجزء اللي فوق ده زي ما انتم شايفين. عمل ايه المرة دي؟ بص كده لما جيت هنا بيقول لك ايه حاجة اسمها الرو كولر، ترينيت رو كولر، يعني بيعمل لك صف خلوه لك ابيض وصف بلون معين، اللون اللي انت هتختاره من هنا من التكست فورمات. طيب دي حاجه اسمها الجريد لاينز، الشبكه البيانيه اللي عندك، عايزها افقيه وراسيه ولا عايزها افقيه بس ولا عايزها راسيه بس ولا مش عايزها اصلا؟ لا انا عايزها يظهرها لك افقيه وراسيه، ده بالنسبه للشبكه البيانيه. لو بدور على كلمة داخل الاكسس هقول له find واكتب الكلمة اللي بدور عليها واقول له find next. طيب look in هيدور لك عليها فين؟ في الحقل الواقف عليه دلوقتي ولا في المستند كله؟ فانت بتختار من هنا. طيب عايز استبدل replace الكلمة اللي انا موجودة عندي وعايز استبدلها بايه بالظبط؟ طيب لو عايز اعمل تحديد من سيلكت واروح اقول له سيلكت اول تحديد الكل. طيب عندك هنا حاجه اسمها نيو بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك ايتم جديد ضيفهم مثلا اهو. طب ليه هنا قايل لي 11؟ مش في 6 و7 و8 و9 و10؟ زي ما كنا في الاكسل بنعمل ايه لما بنضيف من تحت شيت اهو، ضفت ورحت حذفت واول ما اضيف تاني قال لك شيت 4، الارقام اللي انت ضفتها حفظها عنده. نفس القصه عندك في الاكسس، الاسماء اللي مسحتها حفظها عنده. فالنيو ايتم لو عايز اضيف ايتم او ريكورد جديد، سيف لو عايز اعمل حفظ. طيب هنا مثلا هتلاقي السبيلنج بيعمل لك تصحيح ملائي، امسح ده انا مش عايزه خلاص، بيعمل لك تصحيح املائي لكل الداتابيز، كل قاعده البيانات لو فيها خطا املائي بيعمل لك تصحيح ليها. طيب المور، في المور عندك بيظهر حاجه اسمها الرو هايت، ارتفاع الصف، واللي احنا خدناها كمان من شويه ازاي اخفي الحقل، ازاي اعمل الغاء اخفاء، ازاي اجمده، ازاي الغي التجميد. وهنا الفيلد ويدث عرض العمود او الحقل. طيب هنا السبريد شيت واقول له حاجه اسمها السب داتا شيت، فهنا بيقول لك اللينك شيلد شايلد فيلد واللينك ماستر فيلد. دي ما تهمنيش دلوقتي بس هناخدها ان شاء الله في جزء الادفانسد لو ربنا ادانا طول العمر في اكسس، زي ما قلنا هنا اللي هو جزئيه الريكورد او السجل. طيب الريفريش بيعمل لك ريفريش الايه لقاعده البيانات بتاعتك ككل. طيب هنا الادفانسد ده لو عايز اعمل فلتره، عايز اعمل فلتره بواسطه الفورم اهو، انا عملت فلتره داتابيس فلتر باي فورم. لا انا مش هحفظ دي خلاص، هقول له كنسل، هرجعها زي ما كانت. هي راحت فين؟ حتى هتلاحظ هتلاقي ايه ظهرت كشكل فورم، هتلاقي في سهم ظهر، تختار الاسم اللي انت عايزه والقسم، رقم التليفون، ده مفيش لينك، تاريخ والوقت، العملة، الحالة. فهو عمل لك ايه؟ غير لك، خلى لك، فلترها لك بايه؟ كأنها شكل استمارة. طيب ابلاي فلتر سورت، تطبيق الفلترة، اهو هتلاقيها من فوق. انا هعمل سورت او ترتيب،
تكست فولتر وهكذا. هعمل، انا هشيل ده رجعته زي ما كان، توجل فلتر اهو زي ما انتم شايفين، بيرجع لك القاعده تاني زي ما كانت. ده لو عايز اعمل فلتره بس متقدمه شويه. طيب عايز احذف كل الفلتره، كلير اول فلتر. هنا الاسندنج وديسندنج بيرتب من الاي للزد ومن الزد للاي. طيب ريموف سورت بيحذف الفلتره. طيب الفلتر برضو لو عايز افلتر الاسماء اللي عندي، وده جزء الفلتره عموما، ده جزء الفلتره الموجود عندك. طيب هنا اللي هو الكوبي النسخ والكت اللي هو القص، وده البيست اللي هو اللصق، والفيو زي ما احنا اتفقنا. من خلالها بروح على وضع الديزاين فيو، ده اول وضع احنا رحنا له وانشانا من خلاله البيانات. اما الداتا شيت زي ما اتفقنا، دي اللي هي القاعده اللي انا هبتدي اكتب فيها الشغل بتاعي. ده بالنسبه لي قائمه هوم، وان شاء الله ما فيهاش اي ادنى مشكله. طيب في قائمه اسمها الاكسترنال داتا، يعني بيانات خارجيه، بيانات خارجيه. ورحت قلت له اكسل، هقول له مثلا ده الفايل نيم، ده هنا الفايل تكست، اكسبورت داتا ويز فورماتنج اند لاي اوت، هقول له اوكي، سيف اكسبورت ستيب. لازم تتأكد هنا بيقول لك الفايل نيم ده اسم الملف، الفايل فورمات انت عايزه من اكسل، وهتعمل له عملية تصدير فيما بعد كده. open the destination file after export do you want to replace the existing، انا مش عايز استبدله. طيب انا لو رحت على الديسكتوب وقلت له اوكي، الاكسبورت لو الناس تفتكر، بس قبل ما اختارها دونت سيف، في حاجه اسمها الداتا شيت. اللي حصل كل اللي انت كنت عامله في الاكسس راح فين؟ راح عندك في الاكسل. ازاي؟ اكسبورت يعني انا عايز احفظه كايه؟ كاكسل، كاكسس، ابعته مثلا على الايميل، ابعته كبي دي اف، ابعته كتكست فايل، ابعته كوورد ميرج، هعمل له تصدير كملف وورد، هعمل له تصدير كشير بوينت. انت بتختار الصيغه اللي هتصدر بيها. لو قلنا مثلا وورد وقلت علمت اوكي، فراح صدر لك الشغل بتاعك فين؟ في برنامج الوورد. صدر بكل سهوله الشغل بتاعك في برنامج الوورد. كل الكلام ده بعمله ازاي؟ من اكسترنال داتا، واقول له اكسل او اكسس او وورد، بختار من هنا الصيغه اللي انا عايز اصدر بيها. طيب الداتا بيز تولز، هناخد ان شاء الله المحاضره اللي جايه جزء الريليشن شيب اللي هو العلاقات. حلو خالص. طيب هنا بقى عندك، خلينا في جزء تيبل فيلد حقه الخاص بالجدول. هنعرف ازاي ان شاء الله هندسه. هنا عندك حاجه اسمها الشورت تكست، اول ما هدوس عليها انا هعمل حقل جديد شورت تكست. طب لو قلت له نمبر، حقل جديد خاص بالنمبر. كرنسي، حقل جديد خاص بالعملات. هنا حقل جديد خاص بالديت اند تايم، يس اور نو، ده لو عايز حقول اكتر بالشكل ده. معنى كده انا بضيف هنا، لو حبيت اضيف حاجه تانية هضيفها من فين؟ هضيفها من هنا. من فين؟ من التيبل ديزاين، وانت بتختار من هنا بيقول لك ايه، اد اند ديليت، ده لو عايز تحذف، وده لو عايز تضيف عمود تاني بالشكل ده. طيب هنا بيقول لك ايه الداتا، طيب نوع البيانات هنا ايه؟ اوتو نمبر، وقفت على دي
يقول لك نوع البيانات شورت تكست. القائمة دي لو الناس تفتكر هي اللي ظهرت معايا فين؟ في الإكسل. هنا نوع البيانات شورت تكست، هنا نمبر، هنا لينك، وهكذا. طب أنا واقف هنا ورحت نوع البيانات، هو أولا الصفر هنا مش ظاهر، عايز أظهر الصفر، رحت قلت له شورت تكست، ورحت كتبت رقم التليفون من أول وجديد وقلت له انتر، ايه اللي حصل؟ الصفر ظهر معايا. يبقى علشان اظهر الصفر لازم نوع البيانات من فوق تكون تكست او نص، تكست او نص. حتى هتلاحظ هنا بيقول لك حاجه اسمها ايه، الفيلد سايز، حجم الحقل عندك 255 ايه حرف. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. حبيت ان انا انشئ بقى المره دي تيبل جديد، هقول له المره دي حاجه اسمها كرييت او انشاء. عايز انشئ جدول تاني بالشكل ده، اروح اقول له ايه تيبل، ابتدي ان انا انشئ الجدول بتاعي. فمن كرييت من خلالها بقدر انشئ جدول تاني تيبل او تيبل، عايز اغير اسمه كليك يمين واروح اقول له رينيم او اعاده تسميه، بس لازم اقفله الاول. كليك يمين واقول له سيف، وهتكتب الاسم اللي انت عايزه، يا اما تعمل له كلوز وتروح تغير الاسم بتاعه، ده لو عايز اضيف ايه جدول جديد انا ما حفظتهوش. طيب انا واقف حاليا على ايه؟ واقف على تيبل او جدول. انا عايز اعمل ايه في الجدول ده؟ ازاي اول جدول مش انا ازاي؟ حضرتك هندسه لما بتدخل على الاكسس بتقول له بلانك داتابيز وتقول له كرييت، فظهر بالشكل ده، ده اللي بيظهر معاك اول ما تفتح برنامج الاكسس. بندخل بعد كده على طول على وضع الديزاين فيو، تبتدي تملي البيانات بتاعتك هنا اللي على اساسها تبتدي تملي الجدول فيما بعد كده. بعد كده تروح على فيو بعد ما تخلص البيانات بتاعتك وتقول له داتا شيت، ويبتدي من هنا املي البيانات بتاعتك. ده بالنسبه للجدول بتاعك. طيب يبقى هنا التيبل، محدش يروح لي على حاجه اسمها التيبل ديزاين، التيبل. تمام. طيب انا دلوقتي انا عندي جدول في اي دي واسمه وقسمه ورقم التليفون وحاله السداد والتاريخ والوقت، انا بس عايز ادور على ايه؟ انا عايز ادور على الاسم ورقم التليفون وحاله السداد، انا مش عايز كل ده. فانا هعمل استعلام على حاجات معينه، واروح اقول له حاجه اسمها ايه؟ كويري ديزاين. كويري ديزاين، فظهر بالشكل ده عندي هنا. بعض الناس الجدول اللي ظهر ناحية اليمين بدل ما يظهر ناحية اليمين هيظهر في النص، هيظهر في النص. كل ما عليك ان انت تحدد الجدول اللي عايز تطلع منه الاستعلام وتقول له اد او اضافة، يا اما زي ما موجود عندي اد سيلكتد تيبل، ادي الجدول ضفته بس، وبعد كده اقفله، انا ضفته خلاص. أنا عايز أعمل استعلام على الاسم ورقم التليفون وحالة السداد، هتنزل من تحت في كلمة اسمها فيلد أو حقل. أنا هعمل استعلام عن إيه؟ عن الاسم. طيب هتيجي على الحقل اللي جنبه تختار الحاجة التانية اللي هتعمل استعلام عليها، رقم التليفون. الحقل اللي جنبه الحاجة التالتة اللي هتعمل استعلام عليها، حالة السداد. طيب انا خلصت، قلنا نعمل ايه؟ هحفظ شغلي ازاي؟ كليك يمين على اسم كويري 1 واقول له سيف او حفظ، سيف او حفظ. طب انت عايز تحفظه باسم ايه؟ مثلا باسم استعلام، واروح اقول له اوكي. كده اتحفظ عندي. عايز افتحه، افتحه ازاي؟ يا اما كليك يمين عليه واقول له اوبن، يا اما
هضغط عليه ضغطتين كليك شمال اهو، ظهر ليك الحاجات اللي انت بتدور عليها بس، ادي الاسم ورقم التليفون وحالة السداد. تاني بعملها ازاي؟ من الداتابيز لازم اكون واقف في التابل بتاعي. انا هعمل استعلام مثلا المرة دي على الاسم والقسم والعملة، الاسم والقسم والعملة. كويري يعني استعلام يا هندسة، استعلام يعني انا عايز ادور على حاجة معينة، انا عايز استعلم على حاجة معينة، انا عايز استفسر عن حاجات معينة. هعمل عملية بحث على جزء معين، فلازم تكون واقف في التيبل وتروح على حاجة اسمها كرييت. كرييت، والمرة دي هعمل حاجة اسمها الكويري، كويري ديزاين، استعلام. طيب هتلاقيه ظهر معاك تيبل طويل كده هنا في النص، يا اما ظهر ناحية اليمين. فبحدد الجدول اللي عايز اعمل له استعلام، اللي عايز اطلع مني الحاجات اللي انا بدور عليها، واروح اقول له اد سيلكتد تيبل، فظهرت بالشكل ده. بعد كده اروح اقفل الجزئية دي اهو، كبر زي ما انت عايز. انا المرة دي عايز استعلم عن ايه؟ عن الاسم والقسم والتاريخ والوقت او الحالة الاجتماعية. بتروح تحت على اول فيلد او حقل، تقول له الاسم، الحقل اللي جنبه اختار مثلا القسم، الحقل اللي جنبه اختار مثلا الحالة الاجتماعية. هنا بقى المرة دي هنا هتنزل عند كلمة اسمها ايه؟ سورت. التيبل ده اسم الجدول اللي هتعمل جواه استعلام. طيب هنا في السورت انا عايز ارتب الاسم ده عن طريق مثلا ترتيب ascending من الـ A للـ Z او descending، انا هرتب من الـ A للـ Z. طيب القسم هرتبه برضو من الـ A للـ Z. الحالة الاجتماعية زي ما انت عايز من الـ A للـ Z. شوف انت الترتيب، طريقة الترتيب ازاي بتاعتك. طيب خلصت وعايز احفظ، كليك يمين على اسم كويري فوق واقول له سيف. طيب عايزك تسميه ايه؟ سميه الاسم اللي انت عايزه، استعلام جزء، وراح اقول له اوكي. اقفله. طب افتحه ازاي؟ كليك يمين واقول له اوبن، يا اما ضغطتين كليك شمال. انا عملت استعلام عن ايه؟ اظبط دي بس، انا عملت استعلام عن الاسم والقسم والحالة الاجتماعية. الاسم والقسم والحالة الاجتماعية، يعني بدل ما ظهر ليك الجدول كله، ظهر ليك جزء معين في الجدول. طيب لو عايز انشئ استمارة، هروح على كرييت. كرييت معناه انشاء، واقول له حاجة اسمها فورم، فورم وليس فورم ديزاين. اقول له فورم او استمارة. ادي شكل الاستمارة بتاعتي، ادي شكل الاستمارة بتاعتي بالشكل ده. طيب عايز اغير اسمها من فوق، هضغط عليها ضغطتين كليك شمال واكتب الاسم اللي انا عايزه، مثلا استمارة بيانات، بس واضغط في اي مكان فاضي. طيب ده بالنسبة للاسم الاولاني. عايز اروح للاسم الثاني، هتنزل من تحت خالص في واحد اوف فايف، واحد اوف فايف. السهم اللي من تحت ده اسمه النكست ريكورد، الاسم اللي بعده اهو جاب لك اتنين، هدوس عليه تاني جاب لك تلاتة، هدوس عليه تاني جاب لك اربعة. طيب عايز ارجع ورا، السهم اللي من ورا. طيب السيرش انا بدور على مين؟ على محمد. في السيرش تحت هتكتب الاسم اللي انت بتدور عليه. ده بالنسبة لإيه؟ فورم، أدي شكل الفورم. عايز أبتدي أظبط التنسيقات بتاعتها من فين؟ هتلاقي في قائمة من فوق ظهرت اسمها فورمات، وبرضو أعمل إيه؟ نفس اللي إحنا عملناه، نوع الخط، حجم الخط، لون الخط، وهكذا. طيب الباك جراوند إيمج ده لو عايز أحط صورة خلفية لإيه؟ عندك للاستمارة. او انا حطيت خلفية للاستمارة بتاعتي، حطيت خلفية للاستمارة بتاعتي. طيب
ولو عايز اغير الاسم هضغط عليه ضغطتين كليك شمال واغيره. طيب انا دلوقتي على الاسم الاولاني، عايز اروح للتاني، هنزل تحت خالص في شريط الحال اهو، هتلاقي في سهم طالع لقدام، يعني ده معناه نكست. الاسم اللي بعده اهو، هدوس على السهم تاني، الاسم اللي بعده دوس عليه، الاسم اللي بعده، عايز ارجع ورا السهم اللي من ورا، عايز ابحث على اسم معين في السيرش اروح اكتب الاسم اللي انا بدور عليه اهو، فظهر لك الاسم اللي انت بتدور عليه. طيب علامة البلس من فوق بيحدد لك كله، وزي ما قلنا من هنا اغير نوع الخط، حجم الخط، اللون بتاعه، عايز اغير الخلفية زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده، اختار مثلا اللون ده، ده لو عايز احط خلفية. هنا بيقول لك الشيب فيل لون التعبئة اللي هو نفس علامة الجردل. طيب الشيب اوت لاين الحد الخارجي، الخط الخارجي هنا من اللاين تايب، ده نوع الخط، اللاين سيكنس اللي هو السمك بتاعه اهو، ده معنى كلمة الحد الخارجي زي ما انتم شايفين. ومن الباك جراوند اختار الباك جراوند اللي انا عايزها، اختار الباك جراوند اللي انا عايزها بالشكل ده، احفظه ازاي؟ كليك يمين واقول له ايه سيف، احفظه باسم استمارة. في مشكلة في الحفظ هنا، مش قادر ان هو يحفظه. Save the form or remove because it display characters from language that cannot be saved in your current system locate. Switch your system locate. يعني لازم اقفل ال اقفل الشغل بتاعي عشان يقدر يحفظه. زي ما قلنا ازاي اعمل ايه استمارة. طيب المرة دي عايز اعمل تقرير، هروح اقول له حاجة اسمها ايه ريبورت، ريبورت او تقرير، وبرضه هتلاقيه ظهر بس بشكل تاني. عايز اغير اسم التقرير، هضغط ضغطتين كليك شمال على اسم التقرير واكتب الاسم اللي انا عايزه، تلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. طب عايز اغير التنسيقات من فورمات، وتغير من هنا التنسيقات بتاعتك، عايز تحط خلفية برضو من هنا. طيب البيج سيت اب، التقرير بتاعك انت عايزه بورتريت رأسي ولا عايزه لاندسكيب؟ طيب انت عايز تظهر المارجنز الهوامش ولا لا؟ طيب برنت داتا اونلي، يعني بيظهر لك البيانات بس، المارجنز اللي هو الهوامش بتاعتك، السايز حجم الورقة او الكتابة انت شغال عليها، الكولوم لو عايز اقسمها لأعمدة نقول ثلاثة، قول له اوكي، لقينا في خط ظهر كده. البيس توب دي خاصة بالهوامش، التوب الهامش الاعلى، البوتم الهامش الاسفل، والليفت الهامش الايسر، والرايت الهامش الايمن، البيج اللي هو يقول لك السايز حجم الورقة، هنا الاورينتيشن اتجاه العرض عايزه قد ايه، هنا الكولوم اللي هو الاعمدة بتاعتك، وهنا الكولوم سايز ده حجم العمود، بقول لك الويدث والهايت العرض والارتفاع. ده بالنسبة للبيست تاب والفورمات. الارنج برضو اللي هو احنا اللي خدناه في الاكسل والوورد، لو عايز اضيف عمود، عايز اضيف صف، لو عايز اضيف صف انسرت بلو اهو بينزلك صف لتحت، عايز زي ما انتم شايفين بلو يعني اسفل حاجه انا واقف عليها، ابوف فوق الحاجه اللي انا واقف عليها، انسرت ليفت بيدرج لك عمود ناحيه اليسار، انسرت رايت عمود ناحيه اليمين. طيب سيلكت لي اوت بيعمل لك تحديد لكله، سيلكت كلهم حدد لك العمود اهو اللي انت واقف عليه. طيب سيلكت رو بيعمل لك تحديد للصف، انا لو واقف هنا هقول له موف اب بيحركها لك خطوه لفوق، موف داون بينزلها لك خطوه لتحت. اما السبليت فيرتيكال والسبليت هوريزونتال بيعمل لك تقسيم للجدول بتاعك افقي او راسي.
ده الجريد لاينز اللي هي الشبكة البيانية اللي موجودة عندك. ده بالنسبة لبرنامج الأكسس. زي ما قلنا فاضل لنا بس فيهم جزء الريليشن شيب أو العلاقات، هناخدها المحاضرة اللي جاية بإذن الله اللي هي محاضرة بكرة. طيب هو جزء ريليشن مش صعب ومش سهل ومش هياخد وقت معانا إن شاء الله. تمام، هو كده يعتبر كل ما يخص برنامج الأكسس. برنامج سهل على فكرة، برنامج بسيط مش بنستخدمه كتير بس هو برنامج بسيط. يعني لو عايز تعمل بيه قاعدة بيانات ممكن تعملها على الأكسس بدل الإكسل وهكذا. دي بعض الحاجات برضو إن شاء الله بإذن الله بكرة نفنش برنامج الأكسس، ثم بعد كده هنتجه إلى حلول الاختبارات الدولية الخاصة بالباوربوينت، ثم الخاصة بسيل، ثم الخاصة بالأكسس. كل حلول اختبارات كل برنامج فيهم هياخد يومين معانا حلول الاختبارات بإذن الله. باوربوينت يومين، وسيل يومين، والأكسس يومين، كده 6 أيام معاك، بجانب اللي هو يوم بكرة اللي هو آخر محاضرة في الأكسس، 7 محاضرات بإذن الله. ثم بعد كده هيفضلنا اللي هو الجزء النظري بإذن الله اللي هو حلول الاختبارات الدولية الجزء. أنا بكده أكون خلصت محاضرة النهاردة، فاللي عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة ممكن يسأل. بس لحظة قبل ما أنهي هنشرح كده حاجة بسيطة، الشيت بتاع الإكسل هتحلوه إزاي عشان كذا حد سألني كذا سؤال. لحظة كده هفتح، طيب عشان في كذا حد كان بيسأل. تحت في شيت الاكسل هتلاقي فيه اكتر من شيت، ملف الاكسل اللي انت فتحته فيه اكتر من شيت من تحت. طيب اول حاجه هتدخل لي على جزء الايكويشن، الايكويشن اللي هي المعادلات. هتحل المعادلات دي سم افريج ماكس مين لارج سمول كاونت كاونت ايه كاونت بلانك راوند. هتنزل كمان تحت هتلاقي فيه اف سيمبل واف كومبلكس، وكاتب لك هنا الشرط يقول لك لو سعر الوحدة أكبر من أو يساوي 3000 يكتب نعم، وإذا لم يتحقق يكتب لا. سعر الوحدة فين الوحدة؟ أنا عايزك تعمل إف على دي. طيب الثانية يقول لك لو سعر التقييم، أنا آسف هو غلطت في التعبير، التقييم نفسه اللي موجود عندك أكبر من أو يساوي 85 امتياز، وهكذا تكمل الشرط لحد الآخر. دي فيها اكتر من شرط، ده اف سيمبل. هتعمل لي هنا الاجمالي والضريبه والارباح، وانت عندك الضريبه كام؟ 5%. طيب هتدخل على الاوبريشن، هتحل برضو الجمع والطرح والقسمه والضرب والاس والارتباط. الفلفلاش، الفلفلاش كنا بنعملها ازاي؟ انا بحدد الاثنين مع بعض واروح اسحب من المربع الاخضر واسحب لتحت، ده اسمه الفلفلاش، ده اسمه الفلفلاش. الفلاش فيل، انا دلوقتي جيت قلت له داليا حماده، فانا كده عرفت الاكسل ايه؟ عرفته انا جمعت الاسم الاول مع الاسم الثاني، رحت كتبت سعيد بمجرد ما اكتب اول حرف، فعمل لي حاجه اسمها ايه؟ فلاش فيل، فلاش فيل. يا اما لو واقف هنا وجيت كتبت الاسم الثاني وما رضيش يظهر معايا اروح ادوس على كنترول مع اي، كنترول مع اي. طيب بالنسبه للتكست كلهم عكس اللي فات، المره دي عايز افصل ازاي؟ احدد العمود الاول واروح على داتا، ثم داتا، ثم تكست كلهم، تكست كلهم، وبعد كده انا عايز اعمل ايه؟ فصل دلميتد، فصل قياس، او ولا فصل معياري؟ انا هعمل فصل معياري دلميتد، اقول له نيكست. طب طالما فصل يبقى لازم اعلم على سبيس واقول له نيكست. في ديستنيشن هروح احدد اول عمود عايز افصل فيه واقول له بعد كده ايه؟ فينيش. طيب راح فصل معايا، ده اللي هو تكست كله. اما الداتا فاليديشن انا عايزك الاسماء دي كلها تعملها لي في قائمه من داتا، واختار حاجه اسمها ايه؟ الداتا فاليديشن. من قال له هتقول له ليست، هتيجي في السورس تحدد الجزء اللي عايز تعمل له داتا فاليديشن، تقول له اوكي
تلاقي في سهم ظهر ناحية اليمين، وادي القائمة بتاعتك، وادي القائمة بتاعتك. طيب الكونديشنال فورماتنج، القائمة دي كلها عايزك تشتغل على جزء التنسيقات الشرطية الموجودة هنا اهي في الستايلز. استخدم اللي هو الجريتر زان، اكبر من، اصغر من، بتوين، استخدم الداتا بار، استخدم الكلر سكيل، استخدم الايكون سيت. انا عايزك تستخدم الجزئية دي، ده بالنسبة للكونديشنال فورماتنج. يا ريت الناس ترجع للمحاضرة الأخيرة بتاعة الإكسل، تلاقوا كل الحاجات دي مشروحة بالتفصيل، يعني مفيش حاجة جديدة. الأرباح إحنا قلنا الإجمالي ناقص الضريبة، الإجمالي ناقص الضريبة، ده بالنسبة لمشروع الإكسل. الناس مش فاهمة مشروع الإكسل، أدي سريعا كده مجمل الإكسل اللي هتعملوا فيه بالظبط. معلش يا هندسة، ممكن ترجع للمحاضرة اللي فاتت، اف السيمبل واف الكومبلكس، هل في الايكويشن الاف سيمبل وكومبلكس؟ اه اهي تحت، ما هو اف سيمبل وهي اف كومبلكس، انت هتعمل لي اف العادية واف المركبة. ليه الصم؟ الصم والافريج والماكس و المين واللارج والسمول ليه؟ هتعملها مثلا كمثال، اختار اللي انت عايزه، اختار اللي انت عايزه، سواء كان الكميه او سعر الوحده او التقييم. بس فين الحاجه اللي فيها فلوس هنا؟ انا بالنسبه لي سعر الوحده، فهتعمل لي ايديا لايه؟ لسعر الوحده، يعني صم لسعر الوحده، افريج لسعر الوحده، ماكس لسعر الوحده، مين لسعر الوحده، لارج وسمول نفس القصه. طيب كاونت، كاونت ايه؟ كاونت بلانك للتيبل كله، الراوند للرقم الموجود عندك هنا. طيب بص هندسه، بالنسبه لبشمهندس احمد عبد الرحمن، المحاضره اللي فاتت مش بتاعت النهارده، اخر محاضره اخذوها، كنت شارح اللي هو الاكويشن بالتفصيل اللي هو الشيت ده. ممكن بشمهندس احمد يبعتها على الجروب لو حضرتك في الجروب، تمام، يبعتها لكم تاني بحيث ان انتوا تبصوا عليها، تمام. بص عليها ان شاء الله وهتلاقي كل اللي احنا شرحناه ده، ان شاء الله كل اللي احنا شرحناه باذن الله تلاقيه مشروح في المحاضره اللي فاتت. استحاله استحاله يديك شيت واحد بس، هتلاقي في كلمة من فوق اسمها enable editing، يعني تعديل أو إتاحة التعديل، إتاحة التعديل، اضغط عليها ويسمح لك أنت تعدلي في كل الشيتات اللي من تحت، أو حملي تاني الملف من هنا، بعتته بشمهندسة هبة وبشمهندس أحمد حسام. الإجمالي ناقص الضريبة يساوي التكلفة زائد الأرباح. لا فاهم صح يا هندسة، يا ريت. تمام حاضر، أنا لسه محمله أهو، أنا هطلع من ده خالص أهو بالشكل ده، أمسحه. هروح اضغط على الشيت اهو بالشكل ده، انا ده كنت محمله، هضغط على علامة التنزيل واقول له سيف، فنزل عندي هنا اهو، اروح افتحه. بعد ما تحمليه وتفتحيه تلاقيه ظهر بالشكل ده، فبيقول لك انت مش هتقدر تعدل الا لما تقول له ايه، enable editing، وابتدي عدل زي ما انت عايز. الناس تبتدي تعدل زي ما هي عايزه. السلام عليكم مهندس محمد. اتفضل هندسه. ربنا يجازيك خير يا هندسه وكل فريق العمل. ربنا يخليك يا حبيبي. الله يبارك. بقول لك بخصوص الترتيب يا هندسه، لو انا عندي كولم اللي انا سالتك فيها قبل كده، لو انا عندي كولم مثلا الخليه الاولى موجود فيها واحد محمد، الخليه الثانيه مثلا سته علي، سبعه، لو عايز ارتبهم، دي مش موجوده ما بتظبطش معايا يعني. يعني حاجه زي كده مثلا ولا لا؟ لا لا مش كده حضرتك، بعد اذنك ممكن تكتب مثلا في خلايا تحت واحد محمد مثلا اي حاجه، شرطه محمد مثلا،
اتنين مثلا، ستة مثلا، خليها اتلخبط افضل حاجة. لا لا لا، ستة 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 مثلا، تمام. تلاتة مثلا، بعد كده اي اسم تاني، اربعة مثلا، تمام. تمام يا هندسة، معاك مثلا هندسة، في باقي اتنين كده اهو. واحد باقي اتنين. تمام تمام لو عايز ارتب الخلايا دي هندسة. تمام، احنا بنعمل حاجة اسمها sort and filter. لو قلت له sort A to Z ايه اللي حصل؟ رتب معاك هنا عن طريق من واحد لستة، وقال لك هنا واحد محمد، اتنين ميار، تلاتة منى، حسام. فهنا عندك رتب الأرقام. طيب تعال كده نعكس Z to A، رتب ايه؟ تمام يا هندسه. طب حضرتك لو مثلا، خلينا نقول حرف ام، ام بين قوسين نفس الكلام، ام بين قوسين واحد، ام بين قوسين ستة كده. ايوه، ام بين قوسين واحد، تمام. ستة خمسة، واحد اتنين، وبكده كده معانا فاضل لنا تلاتة تمام. أربعة ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. ماشي، تمام يا هندسة، تمام. بيقول لي اكسباند ذا سيلكشن او السورت، فرتب ايه معاك؟ رتب الارقام. تمام يا حضرتك، ماشي. شكرا هندسة، يبقى في مشكلة عندنا. ماشي، شكرا. العفو يا هندسة. بالظبط، ما هو الأولوية بتكون الأرقام بعد كده الحروف. الأولوية فعلا بالظبط للأرقام بعد كده الحروف. هو ساعات بتظهر المشاكل دي هندسة لما يكون النسخة محتاجة تنشيط، أو لما يكون النسخة عندك قديمة. فيفضل اللي بيشتغل على نسخة أوفيس يشتغل من 2016 وطالع، من 2016 وطالع. هل معنى كده إن هو لو حد عنده 2013 أو 2010 مش هيعرف يشتغل؟ لا، هيعرف يشتغل، بس من الأفضل إنك تشتغل على 2016. حد عنده مشكلة بخصوص محاضرة النهاردة؟ طيب الأمور كانت بسيطة. الناس على يوم الخميس بإذن الله تكون سلمت مشروع إكسل والاكسس. الاكسس هتعمل لي قاعدة بيانات، قاعدة بيانات، قاعدة بيانات. هتعمل لي قاعدة بيانات مثلا لشركة، هتحط الاسماء من عندك وارقام التليفونات من عندك بنفس اللي احنا عملناه. كل واحد هيعمل لي قاعدة بيانات لشركة معينة، وهتسمي لي قاعدة البيانات باسم الشركة، قاعدة بيانات لشركة. قاعدة البيانات دي هتعمل لي فيها 20 اسم، 20 اسم. الاسم، التليفون، الحالة الاجتماعية، مثلا التاريخ، تاريخ الدفع، توقيت الدفع. هتعمل لي مثلا اللينكات، المرفقات، نفس البيانات اللي احنا استخدمناها النهاردة. مع التسليم ان شاء الله يوم الخميس، هو والاكسل مع بعض يكون تسلموا الخميس، بحيث ان الناس كلها تكون سلمت على الخميس ان شاء الله. وورد، باوربوينت، اكسل، الاكسس، اللي هو الاربع مشاريع دول. طيب اولا انا بستاذن بس باشمهندس احمد حسام، في امتحان انا كنت عامله عن اساسيات الكمبيوتر والانترنت، فاحنا ممكن نبعته للناس تجرب. انا مش هحط عليه درجات، بس انا هخلي الناس تدخل، اللي عايز يدخل ويمتحن ويجرب ما عندناش اي مشكلة. انا هبعته للبشمهندس احمد حسام، كل ما عليك ان تدخل بس تحل بس. دي نقطة. النقطة التانية، بعد ما تخلص على طول، هو ملهوش توقيت، ملهوش توقيت، هيظهر لك النتيجة. هتاخد سكرين بالنتيجة وهتبعتها للبشمهندس أحمد حسام. يعني حتى أنا هخلي عليها درجة بونص، اللي عايز يحضر هزود له درجة بونص.
فالامتحان إن شاء الله لو كده هبعته للناس بكرة على الساعة 6، بكرة الساعة 6، وليك حرية أنت تحل فيه لحد مثلا معاك لحد الساعة 12 بالليل. هو امتحان عبارة عن 40 سؤال، 40 سؤال، في مثلا حوالي 10 أسئلة نظري والباقي كله عملي. كل القصة إن إحنا بس هندرب الناس على الامتحانات الدولية. فزي ما حلينا مع بعض إن شاء الله الاختبارات الدولية والأسئلة اللي بتيجي في برنامج الوورد، هنحل برضو الباوربوينت والإكسل والأكسس. فزي ما قلنا بكرة هننهي إن شاء الله شرح برنامج الأكسس، ثم بعد كده الست أيام اللي هناخدهم بعد كده، يومين لحل الاختبارات الدولية بالنسبة للباوربوينت، ويومين لحل الاختبارات الدولية الخاصة بالإكسل، يومين لحل الاختبارات الدولية الخاصة ببرنامج الأكسس. للعلم، للعلم إن برنامج الأكسس اتلغى. اتلغى من فين؟ من الـ ICDL والـ ICDL Teacher والـ IC3، بس إحنا بندي للناس كمعلومة زيادة تستفاد منها. يعني ممكن أقول لك الأربع أيام، اليومين بتوع الشرح ويومين بتوع الاختبارات الدولية، ممكن ناخد فيهم حاجة تانية، بس لأ، يعني نخلي الناس تستفاد بيه أحسن. هو برنامج بسيط يعني، هو بس مشكلته إن هو أغلب الحاجات اللي بتعملها جواه بتحتاج شوية إن أنت تكون فاهم برمجة، بس الأساسيات على الأقل مش شرط تكون فاهم أي حاجة في البرمجة. أتمنى إن المحاضرة كانت بسيطة النهاردة، أتمنى إن المحاضرة كانت سهلة. بعد ما ننهي إن شاء الله حلول الاختبارات الدولية الخاصة بالبرامج وشرح البرامج، هندخل على آخر حاجة إن شاء الله في الكورس معانا، اللي هي الأسئلة النظرية اللي بتيجي في الاختبارات الدولية. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا الكورس بتاعنا بإذن الله. بإذن الله، بإذن الله لو الأمور ظبطت معانا خلال نص رمضان أو قبل نص رمضان هنكون خلصنا. حتى مواعيد رمضان هتكون بالليل، يعني لو المواعيد متاحة مع بيم إريبيا ومع باشمهندس أحمد حسام ممكن تبقى من الساعة 10. بالتوفيق لكم يا رب إن شاء الله. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ أمور بسيطة بالنسبة للناس. طيب كويس. كده الناس عرفت ايه المطلوب منيها، ان انت تعمل لي قاعده بيانات خاصه بشركه معينه ومشروع الاكسل اللي هتسلم. بالتوفيق لكم. انا مش هطول عليكم. بكده خلصنا محاضرة النهاردة، نلتقي إن شاء الله بكرة الساعة 9 بإذن الله بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.